السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذني من وقتي وقتكم ونصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا لهنا، نهاري بديته بكولي، وصلني كولي من عند الاخت هبه. تعيش في هاتاي، يعني في انطاكيا. هبه تقطر ما زهر وما زهر والعطر شيه. كمانديت من عندها، ما شاء الله سلعه بالحق. ما نحكي لكم شي الريحه، ريحه وفيحه كيف ما نقول لكم، وخاصه انه جاي توا رمضان وجاي العيد. نستحقوا ما الزهر، نستحقوه في القهوي، نستحقوه في الحلو. العطر شيه زاده كيف كيف، وان شاء الله علاش لا في القريب نزيد نكمندو من عندها النسري. علاش لا، خاطر ديجا النسري الورد نتاعو يطلع في الربيع، ماهوش يعني مش كيما البوردجين يعني في الفصول الكل، كيما القارس كل شيء. القوارص ديجا تعطي تخرج الورد نتاعها مرتين في العام ابارامون. النسري هو عباره ورد راهو يخرج كان في الربيع، ان شاء الله بقدره ربي علاش لا ما ناخذوش من عندها زاده، وان شاء الله ربي يرزقها بالرزق الطيب الحلال. كيف ما شفتوا لهنا باش نحل الكولي لهنا، عملوا له امبلاج به. انا عجبني الحقيقه الامبلاج، خاطر هما البيبز بلاستيك، وكي يتبعثوا من بلاصه لبلاصه والبلاصه بعيده بيني وبينها المسافه بعيده، يعني يخاف الواحد يتكب ولا حاجه. كيف ما شفتوا هذه الشركه عملت لهم امبلاج بالحق، امبلاج به على الاخر استحفظ عليهم، ووصلوني ببزات كيف ما هما، لا ضاع منهم حتى شيء. وبالحق ما نحكي لكمش الريحه راهي ما شاء الله، خاصه البنات اللي يعيشوا لهنا في تركيا، ننصحكم اكمندوا من عندها حاجه باهيه وحاجه نظيفه. ونزيد نشجعوا المنتوجات التونسيه، انا الحقيقه راني ديما مع تشجيع المنتوجات التونسيه في تركيا. الحمد لله ان لقينا شكون هكا قطر لنا ما زهر والعطر شيه، خاطر هذوما الحاجتين الوحيدين اللي ما تلقاهمش. صحيح ما نلقوش برشا منتوجات تونسيه، اما خاصه الحاجتين هذوما صعيب ياسر باش تلقاهم في تركيا. هذوما هما العطر شيه وما الزهر كيف ما قلت لكم. خذيت اترا منا واترا منا الحقيقه، خاطر ما نستعمل مش ما نستعملش، اما هذوما مبدئيا الكونتيتي هذيا تكفيني. وبالطبيعه باش نبدا في الروتين نتاعي اليوم، واللي هو روتين خفيف كيف ما تشوفوا. باش نغسل الحوايج، يعني حاجه سهله باش نغسل الحوايج، نعمل لمه خفيفه للكوجينه جوست ثاني باش نصور لكم يعني شنو باش نعمل في النهار. واليوم باش نوريكم طريقتي في الحشو نتاع الكالامار، يعني باش نعمل عصبان الكالامار. سبق ووريتكم في فيديو سابق طريقه التنظيف نتاع القرنيت والكالامار، وفي الفيديو هذايا باش نوريكم الطريقه كيفاش نعبي كعبات الكالامار. هما صحيح كعبات الكالامار صغار كيف ما شفتوهم في الفيديو السابق، اما الله غالب واحد ينحي شهوه ماهوش متوفر برشا، خاصه في الوقت هذا ماهوش متوفر برشا. رصت لي كمانديتهم من ولايه اخرى، بعثهم لي سيلفي من مرماريس، يعني ولايه بعيده علينا برشا. ابارامون تبعد حكايه 18 ساعه على الولايه اللي نسكن فيها هنا، يعني خاطر تركيا كبيره. جوني تصوروا انتم، جوني لما حاله هو كمانديتهم كيما اليوم، لما تغدوا جوني بعثهم لي مع الكار الحقيقه في ساعه جوني، ماهمش كيما الكولي. لينا كيف ما تشوفوا باش نخلي الحوايج يدوروا على رواح، مش يتغسلوا، وباش نتعدى نعبي هاك الكالامار هذاك. وبالطبيعه باش نوريكم باللي ديتاي شنو حطيت فيه بالضبط، يعني هو ساهل ونستحقوه برشا خاصه في رمضان، ورمضان على الابواب مازال نهاير ولا اثنين. ان شاء الله يا ربي رمضان مبروك عليكم وعلى الامه الاسلاميه جمعاء. ان شاء الله يتعاد عليكم بالخير والصحه يا رب العالمين. ان شاء الله تصوموه بالصحه والعافيه، وان شاء الله ربي يشفي كل مريض، وربي ان شاء الله يرحم كل ميت. هذاك حال الدنيا راهو، سبحان الله كل واحد شنو كاتب له ربي، راضيين باللي كاتبه ربي وكهو. كيف ما قلت لكم بالنسبه للكالامار نستحقوه في برشا وصفات، خاصه في رمضان، خاصه في مثلا في الرز المفور بعصبين الكالامار، جلبانه بالكالامار، برشا حاجات حصيله، مقرونه بالكالامار نسحقوه برشا، خاصه العصبان نتاع الكالامار نسحقوه برشا في الجلبانه، مرقه الجلبانه مثلا، ونسحقوه في الروز. كيف ما شفتوا لهنا عندي بصل، كعبه بصل كامله يعني قصيتها جويده، عندي شويه معدنوس وشويه بركه سلق، استعملت السلق شويه بركه يعني تقريبا ربع ربطه، خاطر كعبات الكالامار اللي عندي صغيرين. لهنا عندي شويه كروفيت هكا تقريبا 100 غرام كروفيت قصيتها جويده، ولهنا عندي يمكن يجي 4 مغارف متاع ماكله روز كيف ما شفتوا، روز ابيض بالطبيعه مغسول. ولهنا عندي لفاحات كيف ما تشوفوا، عندي ملح، عندي فلفل مهروش، فلفل اكحل، تابل وكارويه، نعناع شايح مغرفه كبيره،
وكيف ما شفتوا كمون وكركم، هذوما لفاحات بالنسبه للعصبان نتاع الكالمار باش نستعملهم. وبالطبيعه عندي الزيت النباتي لهنا، وباش نوريكم توا الطريقه كيفاش باش نحضر العصبان هذي. هذوما كعبات الكالمار كيف ما قلت لكم 9 كعبات كيف ما شفتوهم صغيرين، سبق ونظفتهم في الفيديو السابق. وبالطبيعه باش نتعدوا توا للطريقه كيفاش باش نخلط الحشو هذي نتاع الكالمار، وباش نوريكم الطريقه سهله وبسيطه. باش نصب كميه من الزيت النباتي كيف ما شفتوا، تقريبا نص كاس صغير نتاع زيت. لهنا باش نصب لفاحات الكل كيف ما شفتوا. بالنسبه للفاحات راهو خاصه البحريات، سامحوني كيف ما شفتوا طبق طاحلي في وسط السلاديير هذيك. صبيت زاد الروز كيف ما شفتوا لهنا. هذوما كيف ما شفتوا باش نحاول هكا اني كيفاش نقولوا نحنا نخلطهم في نفس الوقت نمرس السلق هذيك باش ما يبقاش هكا خشين برشا، يعني يتذبل شوي بين يديا نقولوا نحنا مع البصل والمعدنوس. كيف ما شفتوا تنجموا راهو زادة تحطوا زادة شبت، شبت زادة يبنن برشا راهو. كيف ما شفتوا نخلطوا الخليط هذايا بالباهي. كان تلاحظوا ما حطيتش الكروفات من الاول خاطر نحنا باش نمرسوا الخليط هذايا شوي، باش نقولوا نحنا باش يطيح شويه، يعني الفوليوم نتاعو يطيح شويه باش من بعد نجموا نعبوه في الكالمار. ولهنا ناخذ كعبه الكروفات هذوكم كيف ما شفتوا تقريبا 100 غرام شويه بركه، يعني جوست هاني باش نحطهم في الخليط هذاك، يعني كفوني الكعبات خاطرهم صغيرين. حطيت الكالمار الكروفات توا هذيك باش نخلط جوست تخليط عادي كيف ما شفتوا، تخليط عادي. ومن بعد بالطبيعه باش نوريكم كيفاش باش نعبي كعبات الكالمار ونسكرهم. وماذا بيكم كعبات الكالمار ما تعبوهمش برشا خاطر وقت اللي يبدو يطيبوا الكالمار يتكبس ويولي يتنفخ نقولوا نحنا، باش ما يترشقش في وسط الماكله والا حتى في الرز المفور ولا حاجه، تنجموا حتى تعملوه في الرز جربي مفور باش ما يتفلق لكمش وما يتفتفتش في فوق الرز، لازم ما تعبوشو برشا. ولهنا كيف ما تشوفوا نحل كعبات الكالمار ونبدا نعبي فيهم بالسياسه بشوي بشوي، ونحاول اني ما نعبيهمش للاخر، يعني نخلي فضاء شويه من فوق باش على الاقل كي نحطوها كعبه الكالمار هذيك تطيب وتتنفخ في وسط الصوص ولا في البخار نقولوا نحنا، ما تتفلقش وما تفتفتش في وسط الماكله. كيف ما شفتوا نحاول نعبيها بالسياسه، هما راهم كي يبدو كعبات الكالمار يبدو اكبر تبدا يبدا العب مرتاح، حتى كي يعبيهم يبدا مرتاح في ساعه يتعبوا وتاخذ وقت ما تاخذش برشا وقت نقولوا نحنا. لهنا خاطرهم صغيرين كيف ما شفتوا لازمني نوصلك الحشو هذاك للاخر ومن بعد نرجع نعاود نعبي، يعني ونزيدو نسيسوهم خاطرهم مش كيما الخشين، هذوما يبدو جويدين شويه. كيف ما شفتوا نخلو لهم فضاء من فوق كيف ما تشوفوا، حاولوا نخلو فضاء باش نجمو نسكروهم بالكيردون، ناخذوا كعبه كيردون ونسكروا بها من فوق ونكملوا بقيه الكعبات نتاع الكالمار نعبوهم بالطريقه هي نفسها ونسكروهم كيف ما شفتوا بالكيردون. بالطريقه هذه كيف ما شفتوا سهله طريقه وبسيطه، نحطوا الكعبه هذه في الطبق غاديكا وبطبيعه نكملوا ان نعبوا الكعبات الاخرين كيف كيف بنفس الطريقه. بالنسبه للحشو نتاع الكالمار انا حطيت الكروفيت، تنجموا راهو تنجموا حتى تحطوا طروف صغيره نتاع قرنيت، تنجموا تحطوا السجين نتاع الكالمار هذيك تنجموا تقصوها وتحطوها، راهو ما فماش حتى فرق. تنجموا حتى الكالمار هو بيدو، يعني كتبدا كميه كبيره تنجموا تقصوا منه وتحطوه هو حشو، يعني مش مشكل الحشو. انا خيرت الكروفات خاطر عندي كعبات كروفات بقولي، قلت علاش لا نحطهم حشو، ما نحبش نقص منه الكالمار الحقيقه، هم صغيرين بطبيعتهم والكميه شويه، ما حبيتش نخسر، ما حبيتهم كلهم من نعملهم عصبان، هذاك علاش حشيته بالكروفات. تنجموا نتوما كيف ما قلت لكم تعملوا بالقرنيت كيف ما لاحظتوا في الفيديو السابق، القرنيت سمطوا هذاك يعتبر طيب نص طيب، تنجموا تسمطوه بالباهي يعني تطيبوه وتقصوه هكا طروفات صغيرين وتحطوه في وسط الحشو نتاع الكالمار.
كيف ما شفتوا هذه الكعبة الثانية زادة كملت، نحاول نخلي لها فضاء من فوق باش نسكرها، كيما نحاول نخلو فضاء باش نسكروها ونسكروها وهي مرتاحة باش ما تبداش معبية. كيف ما قلت لكم ديما نردوا بالنا العصبان نتاع الكالمار ما نعبوش برشا، خاطر راهو في وسط الصوص والا في الفار راهو يتكبس راهو يطرش قلنا، ماذا بينا نخلو الفراغ باش ياخذ راحته كيما العصبان العادي. راهو كيف كيف نكمل بنفس الطريقة لين نكمل الكعبات اللي عندي الكل. كيف ما شفتوا الكعبة هذه ننقص منها خاطر جات مليانة برشا، لازم ننقص منها باش نخلي لها فراغ في نفس الوقت نجم نسكرها. وزاد نقرا حسابي من بعد اللي هي باش تطيب لازم باش نخلي لها شوية فضاء. كيف ما شفتوا ساهل وبسيط صدقوني ويجي بنين على الاخر. هذا هي الكالمار متاعنا كيف ما شفتوا حاضر توا، هذايا باش نحطو في الساشيات مثلا باش نقسمو خاطر كان انا كهو ناكلو، يعني باش نقسمو ونحطو في الساشيات ونحطو في الكونجيلاتور وقت نستحقو بالطبيعه باش ناخذ منه الكميه اللي حاشي بها. كيف ما قلت لكم نستعملوه في الرز مثلا الرز مفور بالصوص والا نستعملوه في الرز الجربي والا في مرقه الجلبانه، كل واحد واستعمالاته كل واحد وفيش يستعملو، كل واحد حر بالطبيعه كل واحد الدبره اللي يعرفها بطريقته. حبيت نشارك معكم الطريقه هذه اللي هي سهله وفي نفس الوقت بنينا على الاخر. وبالطبيعه من بعد ما كملت هذاك الكل حضرت لهنا الفطور باش يفطروا، هذه شوربه شعير بالحوت كيف ما تشوفوا، شوربه فريك تونسيه بالحوت ومعها سلطه خضراء كيف ما تشوفوا، معها شويه طاجين مقرونه كيف ما تشوفوا. شاركت معكم ديجا الوصفات قبل، وهذه ليموناده تونسيه كيف ما شفتوا على الطريقه التونسيه. ولهنا عندنا عملنا كعبات بيضاء ما عملناش لا روز لا حتى شيء، ما شفتوا حبيناه يكون فطور خفيف فيه يعني في متروح بين الماكله التونسيه والتركيه يعني مخلط. كيف ما شفتوا هذا فيديونا اليوم وهذا كان روتين اليوم، ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله الروتين كان خفيف عليكم وان شاء الله استفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديده. ان شاء الله يا ربي رمضانكم مبروك وينعاد عليكم بالخير والصحه وفي امان الله.